بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم صلاح عبد العزيز، صياد الطيور الحرة المهجرة. النهاردة 12 رمضان 2024، الساعة 12 الظهر. ده الخضاري الصغير، بسم الله ما شاء الله، وهوريكم ازاي دلوقتي الخضاري ده يختلف تماما عن الطير بتاعنا. طير شقي شقي شقي، هنطلقوه بسم الله ما شاء الله. ده شكله اهو، واحنا هنطلقهم دلوقتي زي ما كانوا عشان خاطر يروحوا لامهاتهم تاني. ما كانوا 5 حبايات، مسكت منهم 2 بالعافية اهوت. بسم الله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شفتوا الطير؟ طير بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.